رايح مش الحلم بيقول اه 6 بس 6 بس 6 بس استنى لا رايح يبقى جيرسي انا اللي عندي اللي عندي 2 يعني انا رئيسية دلوقتي اه مش عارف هو بيقول لي انا شايفك ماشي كريم احمد بيقول لك انت واخدينك انت دلوقتي خلاص انا كده معايا الصوره دي ماشي انا هوا لا ما سيبنيش محمد علي اللي كان بيلمها تاني سيسا هل هيخش ويجيب يا سلام على الفولو لكن تألق تألق من سيسا وتألق ايضا من محمد علي بينجح في صد الرمية الجزائية احمد الاحمر اليحيى الدرع الاحمر وتنزيله على الدايره لكن بيخش ابراهيم المصري بكفاءه عاليه وبيطلعها وبيطلعها شغال شغال نادي الزمالك بيلعب على يمنا والنادي الاهلي بيلعب على شمالنا بلبسه الاحمر طبعا والزمالك بلبسه الابيض في وسط الملعب يحيى الدرع بيلعب الزمالك بطريقه 3-3 والاهلي بطريقه المعهوده 6-0 6-0 تبادل في المراكز في المنطقه الخلفيه الاحمر للدرع لبكار اللي بيعمل فاول عكسي معاه حكم القاء حسام معتمد بيصفر على طول ترجع الاسلام اسلام للبدراوي اسلام مره ثانيه بياخد فاول سريع لكن الحكم رجعه يلعب الكوره من مطرحها طبعا كلام سليم حكام لقاء النهارده طبعا احنا بنفكر حضراتكم بيه حسام معتمد وعلاء حسن امام حكام دوليين والمراقب هاني سعيد ومعاه ايضا علاء يوسف تعرف المنطقه الخلفيه للنادي الاهلي واسلام بيشوط لكن بتيجي في البلوك بياخدها لكن معاه بدراوي معاه بدراوي بيعمل 1 2 1 2 بتنتهي من ليلى بكار اللي بيحرز بها الهدف الثامن اتلعبت بسرعه بتلعبت بسرعه سيسا سيسا بيحاول يعدي لكن قصاده رقم 18 من الزمالك ميدو احمد ميدو ترجع مره ثانيه في وسط الملعب اسلام اسلام بايفوت النادي الاهلي ويا سلام يا سلام على التسديده الرائعه من عمر اللي بيشوط لكن بيتالق حارس مرمى نادي الزمالك وبتطلع تبقى رمية مرمى نادي الزمالك لعبت الناحية الثانية بسرعة أحمد الأحمر في اليمين في وسط الملعب لخليل على يمين على شماله للدرع يحيى الدرع طبعا كل دول لاعبة منتخبنا المصري الكبار سواء لعيبة النادي الأهلي أو لعيبة نادي الزمالك مباراة هتبقى جدال لأن المباراة مباراة كبيرة وما فيهاش تعادل طبعا النتيجه ممكن تطلع تعادل لكن ما فيهاش تعادل لكن النهارده كل الفرقتين الاهلي طبعا والزمالك جايين بيلعبوا على المكسب ما فيش حل تاني لان النتائج كلها متقاربه 12 مباراه 12 مباراه هزيمه واحده لكل فريقين والفارق في النقاط في الاهداف لصالح الاهلي لكن اللائحه بتقول لو في تعادل اسلام بيحاول يخش لكن زي ما حضراتكم شايفين الحكم بيقول له قوم ما تتكلمش انت داخل واخد تحت فرصه يلا يا اسلام اسلام طبعا هو البايفوت بتاع النادي الاهلي والمحرك الاساسي لفريق النادي الاهلي باهر البدراوي في نص الملعب بيعمل تغيير مع اسلام على شماله ترجع له مره ثانيه لاسلام اسلام للجزائري يا سلام بيحاول ينزلها للسنتر فرود السنتر فرود عبد الرحمن محمد جمال عفوا محمد جمال سيسا كاستيلو مره ثانيه كاستيلو مره ثانيه يا سلام يا سلام لونج باص لكن بتتقطع وبتطلع خارج الملعب ترجع مره ثانيه ترجع مره ثانيه وتسديده رائعه بعنوانها داخل الشباك في مرمى محمد علي اللي تألق من 5 دقائق الأخيرة وبيرد عليه نادي الزمالك لكن هدف رائع للنادي الأهلي بيسجله وعشان يعلي النتيجة إلى 4 أهداف للنادي الأهلي ويسجل الزمالك دلوقتي هدف كمان يبقى 9-4
تحضير في المنطقة الخلفية للنادي الأهلي. تحضير بطيء، يبقى في معنى كده ان في شغل هيتعمل. بيحاول يعدي، ويا سلام على التنزيله على الدايره لجمال، بيخش جمال وبيسجل بيها الهدف الخامس للنادي الاهلي. ما نزلتش الساعه لغايه دلوقتي اللي فعلا نزلت اهي، وداخل بكر ومعاه، يا سلام عليك يا ولد، يا سلام. طبعا كل التمنيات الطيبه للطيار اللي بيغيب عن لقاء النهارده لاسباب مرضيه. يا سلام يا حميد، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. بيصد زي ما محمد علي هنا صد برضه، بيقول احنا هنا صحيح صغيرين في السن لكن هيكون لنا شأن، هيكون لنا شأن وهنعوض غياب الطيار باذن الله. عبد الرحمن طه حارس مرمى النادي الاهلي. لوكا في وسط الملعب على شماله للدرع، وبالعرض لاحمد الاحمر، بالعرض لاحمد الاحمر مره ثانيه، وتحضير. لكن بتطلع الكره خارج الملعب، هتلعب بسرعه، هيلعبها بسرعه، وقف على كورته البدراوي وراحت على طول. هنشوف سيسا هنا هيعمل ايه. دخل، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد، يا سيسا يا سيسا يا سيسا يا سيسا، هايل يا ولد. دخل من زاوية ضيقة، استلم الكرة بصعوبة ولم جسمه وكنترول على جسمه بصعوبة أيضا، لكن قدر يخش ويحط الكرة لوب من فوق دماغ محمد علي. هدف رائع من لعيب واعد إن شاء الله. تعديل الهجوم في في في, ما ما في نادي الزمالك. أحمد الأحمر نجم كبير طبعا، نجم مصر ونجم الزمالك ونجم افريقيا، له تاريخه الكبير طبعا زيه زي اسلام حسن. والمصري بالظبط بيعدي، لكن بيلف معاه الدرع بخبره، عايز يعني بصراحه كده يخلي ابراهيم يغلط وياخد فيها دقيقتين، لكن ابراهيم رفع ايده في الوقت المناسب. برافو يا مصري، برافو يا ابراهيم. الدرع بيشوط شوطه قويه، شوطه قويه على شمال عبد الرحمن ليسجل منها الهدف ال11 لنادي الزمالك. وهنا بيرد عليه على طول محسن رمضان الباك اليمين للنادي الاهلي، وبيخش وبيسجل بشماله على يمين محمد علي. شوطه جميله، صد ما تتصدش ابدا، لان محمد علي كان في وضع ما يصعب عليه صد الكره دي، لكن برافو عليك محسن رمضان. تحضير بطيء دايما في النص خلف النادي الزمالك. تحضير طبعا حاجات بيعملوها بيوضبوها مع بعض، لكن دفاع الاهلي متراس 6-0 تماما تماما. وداخل وبيعدي رقم 20 لوكا. عدى، لا يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. تمريرات في المنطقة الخلفية، بيظبط مرة ثانية طارق محروس مدرب النادي الأهلي، بيظبط الهجوم. نزل رقم 10 عبد الرحمن، رقم 80 عفوا محمد جمال. وهنا في دفعة خلف، دفعة من الخلف فعلا من علي هشام نصر. علي هشام نصر خد فاول، وفي وسط الملعب رقم 92. ما زلنا في الدقيقة 20 أعزائي المشاهدين، وادي هدف، وادي هدف، يا سلام يا ولد، يا سلام يا ولد. بيسجل هدف رائع في الدقيقة 20 عشان تبقى النتيجة فارق 4-8-12 لصالح الزمالك. على لوكا للأحمر، بس طلع له، طلع له اسامه بن اسامه، اسامه طلع وقف، وقف الهجمه كلها فعلا على على لاحمد الاحمر لداخل، لكن داخل مع المصري وبمنتهى الهدوء بيوقفه وبياخد فاول احمد الاحمر. على مره ثانيه
تلاقي له المصري بيوقفه بيخليه يرجع كوره ورا، واشاره اللعب السلبي اترفعت، لكن احمد الاحمر بيحاول يعدي من وسط اثنين اسامه ورقم 20 في النادي الاهلي. هنشوف عدى من وسطيه ومن اسامه ودخل وسجل هدف وقعت من ايده على طول، ارتدت وبكار على طول بياخدها وبيسجل. بكار بياخد الكوره وبيسجل الهدف ال 14 عشان تبقى النتيجه 8 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك. في تخاذل في الهجوم والدفاع في الهجمتين اللي فاتوا دول، تخاذل من لعيبه النادي الاهلي. اسامه مره ثانيه، اسامه بن المولدي الجزائري الجنسيه، وتبادل مراكز، بيحاول يعدي لكن طلع عليه على طول احمد حسام بيوقفه. في تحرك اهو من سيسه هنا، راح على العارضه الثانيه، هنشوف هيعمل ايه. وداخل لكن بياخد فاول عبد الرحمن علي بياخد فاول. وادي حكم اللقاء طبعا، لان الكره اللي فاتت كان اللعيبه وقعت على الارض، فلازم تجفيف الارضيه لانها بتسبب مشاكل جامه للاعبين. على اي حال الصاله طبعا احنا بنلعب في صاله الدكتور حسن مصطفى، الرجل الاول في كره اليد في العالم ومصر، والنادي الاهلي طبعا هو احد ابناء النادي الاهلي، اللي العمل شغل في النادي الاهلي وخارج النادي الاهلي كفيل بتخليد اسمه وذكراه بمثل هذه الصاله. شده ثانيه هنا وفيها اكيد انذار او دقيقتين، وبالفعل انذار دقيقتين ل 24 في الزمالك. خالد وليد بياخد دقيقتين، هيلعب الفاول احمد عادل سنتر فرود، خد اشاره على حسن امام حكم الدولي وحكم اللقاء. وتنزيل على الدايره جميله لاسامه، تنزيله جميله فعلا بياخدها ويلمها وبيخش وبيشوط وبيسجل الهدف التاسع عشان يقلل عدد الاهداف مره ثانيه الى 5 اهداف. 9 النادي الاهلي 14 نادي الزمالك، وما زلنا بنلعب في الدقيقه اخر الدقيقه 23 من احداث الشوط الاول. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي الكرام، في وسط الملعب مصطفى خليل، على فكره من احد لاعيب النادي الاهلي مصطفى خليل واحمد حسام ميدو ومصطفى بشير، الثلاثه انتقلوا اخيرا الى نادي الزمالك، لكن ناشئين النادي الاهلي وبيعملوا شغل جامد قوي مع نادي الزمالك النهارده. وادي اخر هدف لمصطفى خليل، يعني دخله قويه قوي ملهاش لازمه، كان لازم يطلع الكره بره رقم 10 في النادي الاهلي. عبد الرحمن علي بياخدها مره ثانيه، طالع عبد الرحمن وبينزلها على النوبادي، جميله عبد الرحمن ينزلها على الدائره رقم 80 احمد عادل اللي بيسجل الهدف العاشر للنادي الاهلي. اللعب طبعا محتاج زي ما احنا شايفين لعب من الخارج وتسقيط على الدايره، لان لعيبه الزمالك بيجيدوا 6-0 تماما، وطبعا اجاده كامله. ايضا النادي الاهلي بيجيد الدفاع 6-0، قائده طارق محروس ومعاه محمد عادل وايضا محمد يحيى، تذكير دائما بالطرق الدفاعيه. عدى وسام لكن خارج المرمى بلا عنوان. بالفعل حميد بيطلع كره على طول رقم 5 في النادي الاهلي، هل هينزل؟ لا والله شط، وحظه انها تتصد وتخبط في القائم اليمين لمرمى محمد علي وتخش، تبقى الهدف ال 11 للنادي الاهلي عن طريق محسن رمضان. طلب على طول هنا الكابتن حسين زكي وقت مستقطع للنادي الزمالك، وده الاول في هذا الشوط، الاول في هذا الشوط وقت مستقطع لاعاده الحسابات، لان طبعا الكرة اليد بتعتمد على القوة والسرعة والإصالة، ودي من ضمن إصالتها إن لما تيجي الأهداف بتزيد عليك، يجي هدف 2-3 ورا بعض، لازم يكون ليا وقفة كمدرب. ونرجع تاني للملعب،
بعد دقيقة يكون غير كله، يعني طارق محروس هو هناك الناحية الثانية مع النادي الأهلي بيتكلم، وطبعا التايم أوت بتاع نادي الزمالك هنا أيضا الكابتن حسين زكي بيتكلم بيصلح بي بي بيدي معلومة جديدة، بيدي حاجة هنعملها في في الوقت المتبقي. انتهى الوقت المستقطع وهترجع الكرة تبقى رمت إرسال لنادي الزمالك. طبعا حضراتكم سامعين الإشارة وثم إشارة تانية. الوقت المستقطع مدته دقيقة كاملة، عبارة عن 50 دقيقة بيخرج فيها اللعيبة بيتكلموا مع مدربهم واقفين جوه الملعب، مش فيش مشكلة. المهم في ال 50 دقيقة بتطلع الإشارة دي، تطلع الإشارة بعدها كل اللعيبة تخش مكان الملعب. في خلال ال 10 ثواني أو بعد انتهاء ال 10 ثواني اللي هي كاملة الدقيقة بيطلق الحكم صافرة إعادة المباراة مرة تانية. الدرع للأحمر اللي بيطلع بره بيحاول يفتح لنفسه اللعب، يرجعها لمصطفى خليل برضه بيفتح لنفسه ويرجعها للدرع، طلع عليه على طول على طول بمنتهى القوه، لكن بدون اذا هنا هنشوف القرار ايه. انا اتعاطف مع قرار الحكم لان لاعب الزمالك فعلا تقريبا كان بيتزحلق احمد الاحمر في الكوره اللي فاتت دي، فعشان كده ايد لاعب الاهلي وصلت لغايه رقبته، انما لو في العادي كان بقى فيها قرار تاني على طول. صدى جميله من عبد الرحمن، وادي المصري بيغير طبعا باستمرار مع اسامه او مع بيغير مع احمد عادل، سنتر فيرود مع سنتر هاف الاثنين بيغيروا، لكن انا شايف اسلام حسن بقى له اكتر من 7-8 دقايق مش موجود في الملعب. وتسديده والعرضه يا سلام على حظك يا عبد يا محمد يا علي يا حارس مرمى نادي الزمالك، بتخبط بيحاول يصدها تخبط في ايده تخبط في العرضه اليمين وتمشي خارج المرمى، تبقى رميه مرمى لصالح نادي الزمالك. ده دخلنا في الدقيقه 27، 4 دقائق تفصلنا عن نهايه الشوط الاول اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي. اكرم لمحمد خليل للاحمر بالعرض والدرع بيحاول يطلع، لكن هل يا سلام على حظك يا سلام على حظك. محمد رمضان كان وقع في الدايره بعد التسديده اللي شطها الدرع، تخبط بيصدها عبد الرحمن وتخرج من عنده تخبط فيه وهو جوه الدايره، عشان كده اتحسبت رميه حره لصالح نادي الزمالك. الدرع بينزل لوسام لكن يفشل وسام في استلامها ويتطلع على طول هجمه مرتده، اسامه ماشي بالكوره وبالعرض هنا طبعا عمل اربعه عبد الرحمن علي، لكن معاها كان في دفع قبل منها، لذلك حكم علاء ادى الحدث الاول في هذه اللقطه. مره ثانيه ومعدي وهدف جميل، هدف جميل ورائع، يا سلام يا ولد، هدف جميل ورائع بيسجله أسامة بن المولدي الجزائري الجنسية ولاعب النادي الأهلي حاليا من السنة الماضية، وبيسجل بها الهدف ال 12 في الدقيقة 28 من أحداث الشوط الأول. الدرع مرة تانية بيحاول يمشي بالعرض لكن وصل لغاية أسامة، مش كتير قوي وخبط فعلا في أسامة اللي وقع على الأرض. سلامات يا أسامة سلامات، لسه عامل جون جميل. ويحيى الدرع يعني طبعا أكيد لا يقصد هذا إطلاقا، ما فيش لعيب في الملعب من الفرقتين سواء من النادي الأهلي أو النادي الزمالك ما بيحترمش اللعيب اللي قصاده، حتى لو في بعض الكرة اللي فيها دفع شوية أو قوة شوية هنا، لان طبعا الحكم اوقف المباراه فلازم يطلع اسامه. ثلاث هجمات هل اشار للترابيزه ان الثلاث هجمات، نزل مكان اسامه نعمان ابن بورسعيد، وانتقل من بورسعيد الى الاسكندريه لعب في سبورتنج ورجع من سبورتنج على النادي الاهلي، من الشباب الصاعد الواعد ان شاء الله اللي هيستفيد به النادي الاهلي في السنوات القادمة. اتلعبت الفاول ان شاء الله أسامة يبقى كويس.
مصطفى خليل في وسط الملعب لوليد للدرع، هل هيطلع وشوت؟ لا، رجعها لمصطفى اللي بيشوت لكن بيصدها، بيصدها، بيحاول ياخدها لكن فعلا الكره كانت ما زالت جوه الدايره، جوه الدايره. اتحسبت فاول على وليد، اتحسبت فاول على وليد، وبترجع تبقى كوره مع النادي الاهلي مره ثانيه. الاهلي بينظم صفوفه من جديد وبيوزع، بيوزع نعمان من اليمين للشمال، من اليمين للشمال. محسن رمضان لنعمان، 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 لعبد الرحمن، لمحسن اللي بينزلها على الدايره لكن تتقطع، 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 وتبقى هجمه مرتده لنادي الزمالك. انما دفاع النادي الاهلي رجع، رجع، رجع. هل هيعدي ويشوط؟ لا، ما عداش الدرع، ما عداش الدرع، وقف على كورته ورجعها لمصطفى خليل. مصطفى خليل بيدي كده يحق للحكام انها ترفع اشاره اللعب السلبي. انا شايفهم فعلا بيبصوا لبعض. ملعب على يمينه لاحمد الاحمر، وقدام لوليد، لمصطفى، للدرع اللي بيفتح لنفسه عشان يطلع ويشوط، ما طلعش وشاط. معاه نعمان، وقفه، وقفه نعمان، وقفه نعمان، واشاره اللعب السلبي اترفعت، وفاضل 25 ثانيه. واحمد الاحمر احنا عارفين اللعب السلبي، شاط على طول، اتصدت ورجعت وراحت لوحده، ولوحده معاه بكر صحيح، لكن لوحده، لوحده بيخش وبيسجل عبد الرحمن علي سيد الهدف ال13 للنادي الاهلي. ترجع مره ثانيه الكوره مع نادي الزمالك، 15 ثانية تفصلنا عن نهاية الشوط، وأحمد الأحمر بيحاول يخش في هجمة من هجماته المعروفة، لكن دفاع النادي الأهلي بقيادة نعمان وسيسا قدروا يوقفوا. أحمد الأحمر مرة ثانية، هل هيشوط؟ شاط واتصدت، ويا سلام ترجع لأكرم، يا سلام، يا سلام على الحظ، ترجع لأكرم في زاوية ضيقة جدا جدا بعد ما تألق عليها عبد الرحمن وصدها، لكن حظ أكرم سيد يخش، تجي له الكرة ويخش لوحده ويسجل الهدف ال16. إذا أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي، ينتهي الشوط الأول في مباراة القمة في الإثارة والمتعة والقوة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في نهائي وختام الدوري، الدوري المحترفين، بنتيجة 13 الأهلي 16 الزمالك. ولن نلتقي مع حضراتكم في الشوط الثاني، لكم مني أجمل تحياتي، معلقكم حسين توفيق.